مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. قد يكون أكبر عيب بالنسبة للبشر هو حكمهم على الأشياء انطلاقا من مظهرها الخارجي، وربما هذا هو السبب الذي يجعلنا غير قادرين في بعض الأحيان على معرفة أن أكثر الحيوانات لطافة قد تكون أكثرها خطورة، وهذا ما نحن بصدد التحدث عنه اليوم في هذا الفيديو، فابقوا معنا لمعرفة المزيد ولا تذهبوا لأي مكان. لكن وقبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. اللورس البطيء. اللورس البطيء حيوان يبدو لطيفا بشكل لا يصدق، وخصوصا بسبب عينه الكبيرتين، لكن الحقيقة هي أن هذا الكائن من أكثر الثدييات السامة ندرة في العالم، وتحتوي على السم في كوعها فقط، وعندما يمتزج هذا السم باللعاب يصبح مادة سامة للغاية، ولهذا يتم استئصال غددها السامة لبيعها في السوق السوداء بشكل غير قانوني كحيوان أليف، رغم أنها حيوانات مهددة بالانقراض أصلا. البجع. البجع طائر يشبه البط، ويراه الجميع مخلوقات لطيفة، ولكن من المعتقد بأنه يصبح عدوانيا للغاية في فترة التزاوج. لكن هنالك حالة لبجعة تسمى هانيبال قتلت 15 بجعة أخرى من بني جنسها، فهذا الطائر قد يقوم بمهاجمة الطيور والحيوانات الأخرى ويضربها بأرجله ومنقاره بشكل قد يثير دهشتكم بالتأكيد. والغريب في الأمر هو أن الذكر وبعد قيامه بكل هذا سيمنح الفريسة للأنثى كهدية. الفقمة. الفقمة عبارة عن كلب بحر بشكل أساسي، لكن ورغم سلوكهم الاجتماعي إلا أن هنالك عدة حوادث سبق وقامت بها الفقمة بالهجوم على المصورين والغواصين والعلماء. وبطبع مجرد معرفة أنهم يقتتون على البطاريق تمنحك فكرة على أنها حيوان مفترس، ورغم مظهرها إلا أنها تظل خطيرة بالطبع. يجدر الذكر بأن البطاريق ليست الشيء الوحيد الذي يقتلونه، ففي عام 2003 تم سحب عالم أحياء بحرية لعمق 200 قدم أسفل سطح المياه، وذلك من طرف فقمة، لكن ولحسن الحظ نجا العالم بأعجوبة. خلد الماء. خلد الماء أو ما يعرف باسم البلاتيليوس أو منقار البطة عبارة عن كائن حير العلماء لمدة طويلة، فبمجرد نظر للشكل تجعل المرأة حائرا وغير قادر على تصنيفه. وما يزيد من الأمور حيرة هو أنه حيوان ثدي نصف مائي بيوض، ويستوطن تسمانيا والسواحل الشرقية من أستراليا على مقربة من الأنهار والبحيرات. ورغم مظهره الظريف إلا أنه في الواقع كان ساما وخطيرا، فهو يعتبر من الثدييات السامة القليلة، والذكر منها يتمتع بمخلب مهمزي إضافي على كل رجل من رجليه الخلفيتين، ويتصل بغدة سامة يمكن أن تسبب بألم مبرح لأي إنسان يطعن بها. القندس. القضاع أو القندس عبارة عن حيوان يعرفه الأغلبية منا رغم عدم مشاهدته، وربما قد يراه الجميع حيوانا مسالما ولطيفا إلا أنه في الواقع غير ذلك تماما. فما يعرف باسم القضاع العملاق أو ثعلب المياه العملاق يعتبر ثاني أكبر مفترس في الأمازون، بحيث يمكن أن يبلغ طولا يتجاوز 9 أقدام. وبجسم كهذا يحتاج هذا الكائن الكثير من الطعام، وقد يفاجئكم ما يأكله. أسماك البيرنا، وهي أسماك تهش اللحم عن العظم، لكنها لا تمثل أي مشكلة للقضاعة العملاق، بل قد تهاجم فهود الجاغوار أو التماسيح حتى، ولهذا ليس غريبا أن تقوم بمهاجمة البشر في بعض الأحيان، وخصوصا إن أحست بالخطر على نفسها. كلب المروج. كلب المروج حيوان قارض يعيش في جحور المناطق العشبية الواقعة غربي أمريكا الشمالية، وينتمي إلى فصيلة السنجاب،
وقد سمي بهذا الاسم لتشابه صوته بصوت عواء الكلب عندما يطلق نداء تحذيريا. لكن ورغم شكلها اللطيف إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت بأنها ستهاجم السناجب أو أي مخلوق يمثل تهديدا بالنسبة لها، وتقوم بعضه بكل قوة حتى تخر قواها. والمثير هو أنهم لا يلتهمونهم بعد ذلك، بل يتركونهم ليتعفنوا في مكانهم. الأخطبوط أزرق الحلقات. هو مخلوق صغير الحجم جدا، لكن الحلقة الموجودة على جسده تعني بكل بساطة بأنها تحذير كافي لكل الحيوانات التي ترغب في أذيته. وقد اكتشف العلماء مؤخرا بأن هذا الأخطبوط يحتوي على سمين، الأول يستعمل لقتل فريسته، أما الثاني سيسري ببطء في جسد الفريسة. يجدر الذكر بأن ما يمتلكه أخطبوط واحد من هذا النوع من السم كفيل لقتل 26 شخصا بالغا. ففي البداية قد لا يحس المرء بأي شيء، لكن بعد مرور 5 دقائق سيبدأ بالإحساس بالدوران والشلل العضلي إضافة لصعوبة في التنفس. يعتبر هذا الأخطبوط الوحيد من بني جنسه الذي يستطيع قتل إنسان. الكلاب. وفيما يلي مع مخلوق معروف لدى الجميع دون استثناء، ويتعلق الأمر بالكلاب. وبحسب الإحصائيات فهنالك ما يفوق 45 مليون حالة عضت فيها الكلاب البشر، 19% منها كانت عبارة عن إصابات بالغة للغاية. وما يجعلها أكثر خطورة هو داء الكلاب الذي يقتل حوالي 55 ألف شخص سنويا. بالطبع يتعلق الأمر بالسلالات هنا، فالريتريفر لن يكون قاتلا مثل كلب البيتبول. أما الآن مع حيوان لن تتوقع أبدا بأنه يمتلك من الخطورة ما يكفي لجعله الرقم واحد في قائمتنا، فقد تكون أسوأ جرائم الدلافين قتلها لصغارها، والدافع هو جعل أنثى الدلفين تتزاوج معهم. وبالتالي يثبت هذا الأمر بأنهم يعرفون كيفية الابتزاز والقتل بشكل واضح. لكن ما يجعلهم أكثر إخافة هو أنهم يتميزون بذكاء منقطع النظير في مملكة الحيوانات، وخصوصا الكائنات البحرية. وبالطبع هنالك حالات لإنقاذها الكثير من البشر، إلا أن الأمر لا يعني بأنها لا تمتلك وجها آخر قد يكون أفضل ما تتمنونه وعدم مشاهدتها يوما ما. فما رأيكم حيال هذا الموضوع يا أصدقاء؟ أخبرونا بأرائكم وأجوبتكم أسفل الفيديو في قسم التعليقات. نراكم بالفيديو المقبل.